السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات الأعزاء الأوفياء ديال قناة مشاريع أكادير. أنا كنتواجد دابا في الخط الفائق، الخط ديال الحافلات العالية الجودة. أول ملاحظة اللي عندي هو في الوسط نورمالمون هو فاش غادي يدوز الخط ديال الحافلات العالية الجودة، مستغلينو باردي الكتاف كما كتشوفوا معايا هنا الوسط. راه ما غاديش يبان لكم ولكن راه كاين واحد مولجلي هنا لابس الزرق على ما اعتقد، وكنتمناو ان السلطات المعنيه اللي هما البوليس يتخذوا في حقهم الاجراءات. راه هاد الناس هادو راه كيجريسيو في عباد الله وخارج القانون. ثانيا اليوم علاش غادي نهضروا؟ اليوم غنهضروا الخوت على واحد الموضوع اللي هو مهم، اللي هو الكلفه الإجمالية ديال البي اش ان اس. وفاش كنقولوا البي اش ان اس هو الاختصار ديال البيس ا او نيفو، بيس ا او نيفو دو سيرفيس، الحافلات العالية الجودة، معروف في كازا ترامباس و اكادير لو نون ديال الكوميرسيال هو امالوي. بالنسبة للكلفة الإجمالية ديال هذا المشروع هذا هي 1,200,000,000 درهم. يعني كما قلنا الكلفه الاجماليه ديال هذا المشروع هي 1,200,000,000 درهم، ولكن خصكم تعرفوا واحد المعلومه اللي ما عمري تطرقت لها، اللي هي تطرقت لها يمكن شي مره ولكن ما هضرتش عليها بزاف، هي ان سميتها اكادير موبيليتي راه شدات واحد القرض كريدي، بالدارجه كنقولوا كريدي جامع اللغه الفرنسيه كريدي، ديال 33 مليون اورو، 33 مليون اورو باش تمول هاد الحافلات العالية الجودة. 33 مليون اورو غادي تعطينا تقريبا شي 33 مليار سنتيم ديالنا. كما شفتو معايا الدري الصغير مسكين كيطلب حشومة بحال هاد الظواهر هادو، ها هو واحد اخر مسكين تا هو تيطلب. والاستغلال ديال الاطفال في التسول جريمة يعاقب عليها القانون، راه بحال قلتي دابا التجاره في البشر. المهم بالنسبه للارتيكل غادي نقراه بالفرونسي، اسمحوا لي فرونسي لغه اللي هي فارضه نفسها، ونحاول نعطيكم انا الخطوط العريضه. الارتيكل ديال الجريده ديال لكل ذي حق حقه، الجريده ديال اوجوردوي لو ماروك، والارتيكل تكتب في 13 ديسمبر 2021 من طرف الكاتب الصحفي محمد العابد. كما كتشوفوا معايا هنا راه كاين واحد شويه ديال البنات خصو يتسناو يكون صبار. علاش؟ لان هذا راه البي اش ان اس الخوت، بلا ما تعولوا الى بدا البي اش ان اس بقاو تجريو هنا ولا شي حاجه. علاش؟ لان البي اش ان اس كيعطي الاسبقيه للراسو وكيهز واحد المجموعه من البشر ومزيان انتوما. راه المهم انا غادي نهضر للموضوع، راه غيبان لكم المحطات اللي تبناو واللي ما تبناوش. قال لك اسيدي ال سيطال سيغ 5 ans L'AFD octroie un prêt de 33 millions d'euros pour réaliser le BHNS d'Agadir. Une convention de partenariat a été signée jeudi à Agadir en présence d'Hélène Le Gall, ambassadrice de France au Maroc, entre l'Agence française de développement et la SDL quant à Agadir pour la mobilité et les déplacements urbain et porte sur l'octroi d'un prêt de 33 millions d'euros pour réaliser le BHNS d'Agadir. Il est l'agence française de développement va donner à Agadir Mobilité 33 millions d'euros. La dite convention para fait par Mehoub Mzouari. Je connais Mehoub Mzouari, le directeur de l'agence française de développement, directeur général, et Abdelwahed Qassimi. Abdelwahed Qassimi, ou le moudir de l'Agadir Mobilité, ou le مسؤول على هاد البيشين، المسؤول الاول، ولكن كاين واحد المسؤول فوق منه، شكون هو؟ هو الوالي.
هذاك فوق منه هذاك في قوة القانون. واش راه كنقول لكم قوة القانون ماشي زعما كنقولوا شي حاجة اللي ما كايناش. كاين عبد الواحد القاسمي وفوق منه الوالي. الوالي شكون هو؟ هو السعيد مزازي. هما اللي سناو دابا بخيفوا. شو واحد دابا فين دايز بخيفوا؟ علاش دابا البوليس دابا ما يشدوا بحال هذا؟ ما اصحاب الشيء اليوم شتو بخيفوا la contribution de l'agence française de développement au financement de la réalisation en cours de la première ligne de bus à haut niveau de service MLW Agadir Trambas هذا هو النوم ديالو كوميرسيال à hauteur de 33 millions d'euros. المهم الارتيكل راه كاين تما غتقراو وردوا علينا الاخبار ردوا علينا الاخبار وغتشوفوا المسائل. هذا راه شارع الحسن الثاني الخوت بلا ما نهضروا عليكم والسونترفيل قلب نابض ديال المدينه ولكن فيه مجموعه من المظاهر فيه التسول فيه النظافه فيه الاحتلال الملك العمومي ها هو تيبان لكم هنا دابا القوي حتى الملك العمومي فيه مالين اش كيقول لي مالين باردي اللي كتر خصهم حتى هما يحيدوا شحال من ظاهره فهمتي لان هذا البياشينيس هذا راه مزيان كيغير المعالم ديال المدينه وكيعطي الامكانيه لمجموعه من الناس اللي ما عندهمش طوموبيله انهم حتى هما يدوروا ويوصلوا للسونتر فيل ويمشيو لخدمتهم لان راه كما كتعرفوا راه البياشينيس راه كيدي من هنا حتى من المرسى ها هما كيطلبوا هنا شتو بلا ما نقول لكم شكون واش دابا حنا خاصنا غير هادو ديال جنوب الصحراء باردين الكتاف بيدا بعد واش كيمرق ولا ما كيمرقوش سير اصاحبي بريك على شي حرفه الو دون يا كيما كتلاحظوا معايا ما لاحظتش واحد الملاحظه راه ناشفه القضيه فكادير ما كاين لا سياحه لا والو طليت دابا على القهوه دابا هنا لو دوم جوج الناس اللي جالسين فيها ولا اربعه الناس القطاع السياحي راه يحتضر شنو هي يحتضر مجموعه من العوامل الناس دابا اللي مسؤولين على السياحه ما عرفوش كيفاش يجلبوا عباد الله وحتى اش كيقولوا ليه حتى المنافسه دابا كاينه منافسه قويه فهمتي والمدينه اش غادي تشوف فيها من غير البحر خصهم بزاف خصهم الانفراستركتور تبقاني تقادو يكونوا لي تريمي فهمتي وتضرب بزاف على السياحه الداخليه كاع ما تضرب انت على السياحه الخارجيه ضرب على السياحه الداخليه بدا يجي عندك المغاربه شي مغاربه والله الا كيخسروا الفلوس قلت لكم بالله السياحه راه قطاع مهم كيجيب الفلوس ولكن هادوك اللي خدامين دابا في السياحه واش ما تيعرفوش يسيروا والله هنا فاش درنا المسيره البارح وصلنا حتى لهنا حتى للولايه راه صورت لكم داكشي اربعه الفيديوهات صورتهم لكم الهدف ديال دوك الفيديوهات غير كيبقاو في التاريخ فهمتي هما راه ما كاين تما لا ادسنس لا والو اللي كيضرب الادسنس دابا في المغرب راه باين هذاك المهداوي يضرب واحد 3 سنين د الحبس هو يفهم الفيلم ولا عياش من درجة فارس كيضرب واحد 500 ولا 600 مليون في العام على ظهر الدماد تنبقى لينا دابا محمد الخامس هو هذا انتم ما كتشوفوه باش نكمل لكم هذا سميتو بالنسبه للملاحظه ديالي اللي عندي انا هو على البياشينيس راه باقي معطلين فهمتي انا نورمالمون راه كازا كما قلنا لكم راه كتشوفوا الفيديوهات السابقه كازا راه صافي سلام التجارب الناس دابا راه الناس وجمعيات المجتمع المدني فهمتي كيضغطوا على هذيك كازا ترونسبور والو ديالي ناس سميتو راه حنا راه مضرورين انا قادر كاع ما مسوقين قادر هنا ما تبدا لهم هاد الباشينيس حتى 2070 والله ما يهضر شي واحد قسمت لكم بالله هنا كما كتلاحظوا محمد الخامس الشارع راه واسع ولكن هذا لا يعني بان بنادم خصو يجري من الحسنات ديال هاد الباشينيس ولا الترامباس هو انه كيخلي بنادم انه ما يجريش شوف دابا هادو اللي دايرين الدوزيام بوزيسيون بحال دابا هادو خص تقيد ليهم مخالفه هادو دابا بالضبط هذا وهذا يجي داك الموتور الكبير ويقيد ليهم مخالفه راه عرقلة السير هادي عرقلة السير
الا كنت كنكذب ولا شي حاجه كتبوا لي في الكومونتير راه ماشي على خالد السيره واستاذ راه ما خدامين في سميتو قريب يساليهم هادو بعدا. هنا كيبان لي هنا كاينين شي ثلاثه ولا اربعه اللي بانوا لي سريع محمد الخميس ما غاديش يكونوا فيه بزاف هيك اصلا كاين واحد المحطه كبيره تما واحد اخر دوزيام بوزيسيون راه واخا دير هادوك ديال ديتريس راه دوزيام بوزيسيون. اذا هذا هو الفيديو الخوت شكرا لكم عجبكم الفيديو ديروا ليه كومونتير وابوني الله يعاونكم.